زي ما كنا بنقول لكم كده من شويه احنا قاعدين معاكم، زي ما اسحاق كان بيقول مش هنمشي غير لما نفرح معاكم ونفرح مع اسره شنوده برجوعه ليهم ولحضنهم بالسلامه. الحقيقه كانت فتره صعبه جدا وفتره عصيبه. احنا دلوقتي مش عايزين نفتكر الايام اللي فاتت، لكن بنفتكرها ونتكلم فيها عشان خاطر نتعلم منها، عشان نشوف اننا ما نيأسش، عشان نشوف ان الظلمه ما بيكملش، عشان نشوف ان ايد ربنا فوق اي ظلم وفوق اي شر. في الاخر ربنا بيقول كلمته مهما طال، ولو سمح ان التجربه بتزيد شويه ولا فترتها الطول، واحنا بقى ما نيأسش، نبقى عارفين ان السماح ده اكيد لسبب ما بيظهر بيها الحقيقه. الصوره قدامكم دلوقتي من داخل وزاره التضامن الاجتماعي، زميلنا كامل لسه موجود هناك ومعانا بالكاميرا لغايه لما شنوده يخرج كده بالسلامه ويرجع لحضن ابوه. احنا منتظرين معاكم على الهواء مباشره على شاشه سي تي في. شاركونا بارائكم وفرحتكم وكلامكم الحلو، ابعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت. مستنيين رسائلكم، مستنيين تعليقاتكم الجميله. هو يوم مفرح ويوم حلو عايزين نعيشه مع، يعني احنا بننتظر الفرحه على مدار ايام، على مدار شهور كتيره جدا كان الموضوع ده يعني واخد مننا، واخد من عقلنا، واخد من قلبنا. الحقيقه الولد كان خاطفنا كلنا، فيعني يوم فرحة ويوم حلو، فاحنا مش سايبينكم قاعدين معاكم. معلش بقى لو متقلين عليكم النهاردة، بس احنا قاعدين عايزين نفرح معاكم باليوم المفرح الجميل ده ولحد استلام الطفل شنودة لأبوه وأمه أمال وفاروق معاكم النهاردة على لحد ما نشوف اللحظة الحلوة والصورة اللي كلنا مستنيينها. عارف كل الناس بتتكلم على ان رجوع شنوده على انه حاجه تخصها هي، كل واحد بيتكلم على ان ده حدث بتاعه هو. كلمه شكرا يا رب اللي ماليه كل التعليقات اللي انتوا كاتبينها، اللي هي اشكرك اشكرك يا رب. في الاخر انه كله للخير وان ربنا موجود وان مسيرها تنتهي، ده يعني من واقع التعليقات، ده ايمان وثقه ناس كتير. نرجع لكامل مره ثانيه من وزاره التضامن ونشوف ايه الاجواء وامتى لو في ميعاد محدد او بعد قد ايه شنوده يخرج ويكون مع أبوه وأمه. يا كامل اهلا بيك يا هبه واهلا بيك يا اسحاق مره تاني، واهلا بكل مشاهدينا مشاهدي قناه سي تي في في كل مكان في العالم. لسه موجودين معاكم من هنا من داخل مقر وزاره التضامن الاجتماعي في العجوزه، وخلاص يعني فاضل دقائق قليله ويستلم الاب والام ابنهم شنوده. يعني اجراءات بسيطه بتتم داخل وزاره التضامن الاجتماعي، وكمان طبعا من ضمن الاجراءات والقانون بينص على ضروره وجود ممثل عن مجلس الامومه والطفوله يكون حاضر استلام الاب والام للطفل والمندوب يعني في طريقه للوزارة. ودقائق وهننقل لحضراتكم اللحظات المفرحة اللي بينتظرها الملايين من الشعب المصري، مش مسيحيين بس، مسيحيين ومسلمين داخل مصر وخارج مصر، استلام الأب والأم للطفل شنودة. احنا في الدقائق دي نتكلم مع حضراتكم أكتر مع يعني أبطال قصة الطفل شنودة اللي تعبوا واللي سعوا علشان خاطر يعني يرجعوا الطفل للأب والأم ويرجعوا يعني الضنا اللي هو يعتبر أغلى حاجة في الوجود الأب والأم اللي ربوا واللي تعبوا واللي حبوا من قلبهم واللي احتضنوا من قلبهم طفل يعني لحمة حمراء صغيرة، يعني احتضنوه وقدموا له كل الدعم وكل الرعاية وكل الحب علشان خاطر ينشأ في أسرة سوية تحتضنه وتقدم له الرعاية وتقدم له الحب علشان يكون فرد يعني نافع وصالح في المجتمع. احنا دلوقتي نتكلم مع حضراتكم في حوار يعني بسيط وسريع مع المستشار نكيب جبرائيل، واحد من الأبطال الحقيقيين في قصة الطفل شنودة اللي بيكلل مجهود النهاردة بالنجاح يعني واستلام الطفل شنودة ورجوع الطفل شنودة لأبوه وأمه. احنا في البداية بنرحب بحضرتك على سيتي في، وحابين يعني باسم الناس كلها نقدم لحضرتك الشكر وكل بقى فريق العمل وكل المحامين اللي اشتركوا واللي تعبوا علشان يرجعوا طفل شنودة لبابا ومامته. ومحتاجين حضرتك النهاردة تكلمنا بقى عن شعورك وفرحتك وتقولنا الإجراءات اللي بقى ايه. احنا الحقيقه طبعا بنشكر قناه سي تي في لانها كانت اولى القنوات المتابعه لحدث الطفل شنوده، وطبعا انا ما عملتش حاجه، عملت الواجب اللي عليا انا وزملائي. لكن الحقيقه النهارده كان يوم فرحه عظيمه جدا. يمكن احنا بعتنا لسي تي في منذ قليل بعض لقطات وانا بحتضن الطفل شنوده، ان شاء الله يعني انا هقول حاجات جديده دلوقتي. جاء يعني المستشار القانوني
المجلس القومي لأمومة الطفولة بعت لي وقال لي أنا حاليا طبقا للتعليمات الصادرة ليا بستخرج شهادة الميلاد. طبعا شهادة الميلاد بعد ما كانت يوسف عبد الله محمد هتبقى شنودة، وأؤكد لكم هيحتفظ باسم شنودة، وأيضا الديانة من مسلم إلى مسيحي طبقا لتعليمات أو لأمر المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة. طبعا زي ما أستاذ كامل قال إن القانون يتطلب وجود ممثلين عن مجلس القومي لأمومة الطفولة، حاليا في الفعل متواجد وصلوا على التو ممثلين المجلس القومي لأمومة الطفولة. طبعا هو بعض الإجراءات بتتم في بصمات بيأخذوها للطفل تحت لأن القانون بيقول كده عشان عدم اختلاط الأنساب. الأمر الثاني كمان إني بيتم أخذ إقرار على أبو أمه بالتعهد برعايته تبقى تنفيذا لقرار النيابة العامة. وأيضا الأمر الأخير إن هو بيمضوا على اشتراطات، يعني لابد يكون مسكن، لابد إن يكون في صحيفة حالة جنائية، لابد يكون خلوه من الأمراض، لابد ياخدوا دورة تدريبية لمدة 3 أيام اللي هي الأسر البديلة. هذه المعلومات كلها هتتم بعد استلام الطفل الشنودي عن السلم الأول. وعاد أشرح للمشاهدين الكتير إن معنى استلام مؤقت مش معناها ياخدوه منهم تاني. استلام مؤقت معناها إن تستلمه وبعد كده تنهي الإجراءات المطلوبة في القانون الأمومة والطفولة أو قانون الأسر البديلة. فالنهاردة يوم عظيم جدا. طبعا بنكرر شكرنا لقضاء مصر، وردا على المتربصين اللي بيقولوا كان بيشككوا، احنا في مصر قضاء عظيم، نيابة عظيمة جدا، النائب العام الإنسان الفاضل مستشار حمادة الصاوي أنا بكرر وشكري لي الحقيقة لأن هو بذل مجهود كبير جدا ونظر إلى هذه القضية بالإضافة إلى النظرة القانونية نظرة إنسانية من خلال أنا بحث تقدمت به ومذكرة كبيرة تقدمت لمعالي النائب العام من 3 أسابيع تقريبا، وأرفقت له فتوى الأزهر اللي كانت معضدة وقوية، وأيضا أرفقت له شهادة بطركات الأقباط الأرثوذكس اللي حصلت عليها من أنبا مرتيروس، الحقيقة كانت مهمة جدا جدا. فأمامنا أمرين، شهادة الأزهر بتقول إن الطفل عسر عليه في مكان مسيحي يعتبر مسيحي، الأمر الثاني شهادة من بطركيته تدعم هذا الموقف، الأمر الثالث الشهود اللي خدتهم الدياكون من كنيسة العذراء مدينة النور الأستاذ طلعت وشهود مسلمين ومسيحيين، فاكتملت عناصر القضية ولم يعص القضية ما يفيد عكس ما تقدمنا، بالإضافة لتحريات الأمن الوطني وتحريات الأمن العام. كل هذه ساندت في إصدار قرار وحكمة وفطنة وقدرة وقوة النائب العام في استجلاء الحقيقة. ظهر القرار أمس وحاليا القرار وزارة التضامن، واتصلوا بنا التضامن الساعة 9 صباحا لاستلام الطفل. باقي أنا شفته وحضنته، باقي بعض الإجراءات البسيطة جدا، ثم يذهب إلى أمه وأبوه يرعاه ويعوضانه يعني الحرمان الشديد اللي هو كان لمدة طويلة أكثر من سنة ونص كان محروم منهم. لكن أنا بقول كمان إن الطفل شنودة سوف يخلد اسمه في التاريخ لأن كثير من المؤسسات عجزت عن إصدار تشريعات تعدل قانون الأسر البديلة وتعطي للمسيحيين حق الأسر البديلة. أنا علمت من النيابة أول أمس كنت موجود هناك إن ربما هذه القضية تفجر تشريعات كثيرة عجزت مؤسسات كبيرة مؤسسات مصرية سواء نيابية أو غير نيابية عن إصدار تشريعات. اليوم الطفل شنودة سوف يسجل اسمه في التاريخ ويسجل اسمه أعرف من نور طفل لا يقرأ ولا يكتب أي شيء، وإنما أدرك أن وضع تشريعات أو حث على تشريعات ربما تكون يعني فاصلة في حياة الشعب المصري. كمان بوضيف كلمة إن أنا بشكر المصريين كلهم الحقيقة مسلمين وأقباط الحقيقة تعبوا معنا جدا جدا لأن هذه قضية إنسانية في المقام الأول، لم نكن ننظر إلى قضية دينية. وبقول الشعب المسيحيين والمصريين في كل مكان في أمريكا وفي أوروبا وأستراليا أنا بشكرهم كل الشكر، كانوا داعمين لينا، كانوا بيصلوا من أجلنا، بعض الناس مش مشكلة لكن هم الكسر والملايين كانوا بيصلوا من أجلنا. وفي النهاية بشكر سي تي في القناة المحترمة. عملنا دورنا وعملنا الواجب يعني، فمحتاجين حضرتك تكلمنا عن شهادة الميلاد اللي هيتم استلامها مع طفل شنودة النهاردة. شهادة الميلاد هتطلع الاسم الرباعي هيكون فيها ايه؟ هو الحقيقة انا علمت الاسم شنودة وانا كنت ركزت وطالبت انا الحقيقة المسؤولين في الأمومة والطفولة المعهود بيهم اطلاع شهادة ميلاد، وصممت ان يكون الاسم الاول شنودة على الاقل، ربما الاسم الثاني يكون برضو فاروق، لكن اعتقد الاسم الثاني الثالث والرابع هيتغير، وده طبقا بس اسماء مسيحية عشان منع اختلاط الأنساب فيما بعد، أسماء مسيحية والديانة مسيحية، أمرين نيابة نصت على أمرين أن يكون هناك اسم رباعي مسيحي وأن تتغير الديانة إلى مسيح. ده كان قرار النيابة واضح جدا اللي بنحترمه كلنا.
شكرا. لو اتكلمنا عن الضمانات اللي ممكن ناخدها عشان المستقبل، ما يجيش حد بعد كده في المستقبل يقول لك الطفل ده ابني، الطفل ده انا اللي لقيته الاول، الطفل ده انا اللي خلفته، ايه الضمانات اللي ممكن تتاخد علشان خاطر نقفل الباب ده خالص؟ ما انا بقول طفل باكي سنه ونصف، طفل احاسيسه ضاعت بين اغراب كما قالت الدكتوره دوريه شرف الدين. هذا الطفل المعجزه، وانا عشان بقول السيفي ان انا بعمل كتاب هذا 24 يوم اسمه الطفل الباكي شنوده، فانا عايز اقول هذا الطفل غير تشريعات خلاص. التشريعات مش مشكله تكون في مجلس النواب، التشريعات زي ما القضاء يعني احنا عرفنا، وانا كنت رئيس محكمه ورئيس نيابه عارف الكلام ده كله. الواقعه بتبقى قاعده في محكمه النقض، لما في واقعه وبيصدر بها حكم او بيصدر بها قرار من النيابه العامه تكون بمثابه قاعده قانونيه. فالطفل شنوده وضع قواعد قانونيه هياخد بها المشرع. انا بشكرك جدا سياده المستشار. شكرا جزيلا. شكرا جدا المستشار نجيب جبرائيل، كان معانا في يعني مداخله على الهواء مباشره، كلمنا فيها عن الاجراءات القانونيه الباقيه لاستلام الطفل شنوده لاسرته وتسلمه لاسرته من هنا من داخل وزاره التضامن الاجتماعي. زي ما قلت لكم يعني بالفعل هي اجواء مفرحه واجواء احتفاليه واجواء مهيبه من هنا من داخل وزاره التضامن الاجتماعي. نتكلم مع حضراتكم ونكمل مع حضراتكم تغطيتنا الحيه والمباشره، ونتكلم كمان مع الاب والام اللي اكيد عندهم الكتير والكتير يقولوهن، ويعني مشاعر مختلطه وفرحه كبيره النهارده بعد معاناه دامت لاكثر من سنه واربع شهور او سنه وخمس شهور، وهم منتظرين يعني ضناهم ومنتظرين ابنهم، منتظرين حته منهم يرجع تاني لحضنهم. احنا بنرحب بيكم على سي تي في، واخيرا بقى اخيرا النهارده شنوده هيبقى في حضننا ويرجع لنا مره تاني. محتاجين بقى نتكلم معاكم وتقولوا لنا بقى يعني شعوركم، شعور الاب والام ايه النهارده بعد غياب دام قد ايه دلوقتي بقى لنا بعيد عن شنوده؟ سنه و48 انت حاسبهم باليوم، فاكيد كل يوم عدى كانه سنه، واكيد كل يوم عدى كانه عمر. الثانيه بسنه بعيد عن شنوده، الثانيه عدت بسنه بامانه، ومش عاوزه افتكر الايام دي خالص، عاوزه افتكر دلوقتي بس. كنا ننسى القديم ونفكر في المستقبل ونفكر في اللي جاي. قول لنا شعورك ايه النهارده، واول لما سمعت الخبر انك يلا تعالى عشان تستلمي شنوده حسيتي بايه وقلت ايه لربنا؟ طبعا انا لو شكرت ربنا على طول مش هكفي اللي هو عمله معايا، لان وقف معايا واقفه ربنا بصراحه، يعني مش قادر اوصف ربنا واقف معايا ازاي بصراحه. واشكر ربنا اولا واخيرا، واشكر كل الشعب الحمد لله. كنت واثقه في ربنا قوي، وكنت واثقه ربنا هيرجع لك شنوده تاني؟ طبعا اللي انقذ يوسف انقذ شنوده، انا واثقه في كده، واللي انقذ يونان من بطن حوت انقذ شنوده. اي دوله في العالم تحب بعضيها، وربنا يتمجد بقى ربنا. تحلمي بايه لشنوده؟ نفسك شنوده يطلع ايه؟ ونفسك شنوده تعملي معايا الايام اللي جايه؟ هو امنيه حياته يبقى دكتور. كان على طول يقول لي يا ماما انا الدكتور شنوده فاروق فوزي بولس غبريال اكبر جراح في مصر العالمي، وهيطلع كده ان شاء الله، انا واثقه في كده باذن الله. قولنا اول لما تشوفيه النهارده هتعملي ايه بقى؟ اول لما تشوفي شنوده كده من غير ما اوصف، يعني هو ربنا بقى يرتبها براحته بقى. هذا انت بقى احكي لنا برضو عن شعور الاب، شعور الاب اللي اتحرم من ابنه، وانت كنت متعلق بشنوده قوي وكنت بتبكي بالدموع وهو شنوده بعيد عنك. النهارده شعورك ايه بقى وهو شنوده هيبات في حضنك ان شاء الله؟ اشكر سعاده الرئيس برضو، واشكر الشيخ الازهر، واشكر المفتي، واشكر البابا، واشكر القضاء المصري كله، واشكر المحاميين، واشكر الشعب المصري، اشكر الدنيا كلها. من ساعه ما مشي شنوده انا ما كنتش عايش، خليها بقى شويه، ما كنتش عايش، انا كنت يعني ميت جسد من غير روح، يعني كل دقيقه بعيده عني شنوده خنجر بيخش جوه قلبي، وصدقني انا كنت انام كده الدموع تنزل من عينيا على مخده. واشكر ربنا والحمد لله، بس يجي شنوده كده وهفرح بيه وابقى هعيش يعني، واحس ان انا طايم الدنيا، ولو ربحت العالم كله وخسرت نفسي ملهاش اي لازمه. شنوده عندي الدنيا كلها، المحبه كلها، كفايه كان يقول لي بابا بحبك. فلوس الدنيا مثلا كنت هتختار؟ وحياه شنوده ومال الدنيا كلها.
وقال له مال ولا شنو ده، اقول لهم شنو ده، الضافر بتاعه يعني اغلى من مال الدنيا كله بامانه ربنا. في ناس ممكن بتسمعها دلوقتي تستغرب، يقولوا ده مجرد طفل انت يعني مش حته منك، مش انت اللي خلفته، ليه الشعور ده والمحبه الكبيره؟ كفايه يقول لي انا بحبك يا بابا، دي الدنيا دي كلها شويه، ليه انا ما كنتش بزعله؟ يعني كنت اب واخ وصاحب، كنت اقول له نودة لو حاجه تزعلك تقولها لي، حاجه مزعلاني اقولها لي، ليه؟ عشان لما يكبر ما يخبيش عليا حاجه، ما زعلش فيه عشان ما يجيش يخبي عليا اي حاجه، كنت يعني بنقرب لبعضينه، يعني ما كنتش يعني اي حاجه يعوزها اقول له يؤمر بس واحنا ننافس بالمحبه، وكان بيحبنا، كان بيحبنا واحنا بنحبه، وهو كان دوانا كفايه الضحكه بتاعته دي، كان بتريح، كان الصبح يوم صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما، صباح الخير يا تيتا، لو قلت له حاضر يا بابا اتفضل يا بابا عاوز ايه؟ محبه يعني هو كل حاجه ليا. حسيت ربنا عوضك بشنوده عن العمر اللي فات دوت، وما كنتش ربنا ما قرضش ان يكون عندك ولد، حسيت ربنا كافئ بشنوده وربنا بعت؟ حسيت اللي هو كافئني، وعمري ما فكرت ان التفكير كده دخلت دماغي ابني مثلا، ولا ده مش من صلبي، لا من صلبي، حته من صلبي، انا لو مش بحبه من حاسه من صلبي ما كنتش جريت وراه، لا حته مني، هو دوايا دوايا كان بتحين كده، انا كنت يعني يقول لها ماما بابا جه، يعني اكون في مشوار وجاي تقول له بابا لسه ما جاي، لا بابا جه يا ماما، تقول لي صدقني كان يعرف من الدور التاني، كانش يعني كان كده يحط دراعاته كده ياخدنا في حضنه هو اللي انا وامه، كان ينام في وسطينا. الحمد لله. كلمة ماما من شنودة بقى كانت بالنسبة لك ايه، وكنت بتحس بايه لما بتسمعيها منها؟ طبعا كانت بتطول عمري بصراحة، يعني كنت بحس ان هو كل حاجة لينا وحياتنا ودنيتنا، يعني كنا عنده بالدنيا كلها، كان بيحب يقعد معانا وكده، والحمد لله نشكر فعلا ربنا كافئكم بشنودة، وربنا بعت لكم حاجة من عنده ائتمنكم عليه، هدية من عند ربنا. وعلى فكرة في ناس حلمت ان رب يعني حلمة ان ربنا عطاني وسميته شنيده، فياما ربنا عطاني فخلاص يعني حسيت ان هديه من عند ربنا شنيده. ما تخافش يا بابا، ربنا يحل المشاكل ويمسح دموعي، يقول لي ما تعيطش يا بابا، اليوم اللي مشي فيه قبلها بيوم يطبطب على كتفي يقول لي بابا ما تزعلش ماما، انا ماما ما تزعليش بابا، بابا بيحبك صدقني. يعني في اليوم اللي هو اخدوه ودوه يعني هو تحت الاثنين كان عارف بالمشاكل اللي حاصله والمشاكل اللي دايره؟ ما اعرفش بس هو كان زعقت في امه، انا حاسس انا بخون، طبطب عليك في بابا ما تزعلش ماما بتحبك يا بابا، وطبطب عليه قال لها ماما ما تزعليش بابا، بابا بيحبك بس، والحمد لله. رسالة أخيرة بقى توجهها للدولة والسيد الرئيس، تحب تقول إيه لكل الناس اللي وقفوا معاك وساعدوك؟ أشكرهم كلهم، شهر رمضان كريم، متشكرين سعادة الرئيس ومتشكرين شيخ الأزهر، أشكركم أشكركم، متشكرين المفتي، وأشكر المحامين، وأشكر الشعب المصري اللي وقف مع شنودة وقال كلمة حلوة على شنودة، أشكره متشكرين. في رسالة برضو توجهيها، تحب توجهي رسالة لمين وتقولي له إيه؟ أولاً وأخيراً بشكر ربنا، وبعد كده بشكر أستاذ كل المسؤولين في الدولة، واشكر المحامي كرم غبريال، واشكر المحامي اشكري كله، كل اللي كان ليه دور وكل اللي وقف معاكم بتشكر، وكل المذيعين وكل اللي كتبوا وكل اللي وقفوا معايا اشكرهم كلهم، واشكر حضرتك اشكرك جدا، وبنبارك لكم، وان شاء الله يعني الدقائق اللي جايه دي نصور بقى يعني الحضن المنتظر بينك وبين شنوده. اشكرك جدا، زي ما شفنا وتابعنا مع حضراتكم في لقائنا مع يعني اسره شنوده الاب والام اللي منتظرين يعني بفارغ الصبر، ومنتظرين وهم كلهم شوق ان هم يحضنوا ابنهم ويرجع لهم يعني ابنهم تاني شنودة، يعني دقايق وهننقل لحضراتكم اللحظات المنتظرة، لحظات استلام الأب والأم للطفل شنودة. برجع لكم زمايلي في الاستوديو مرة تاني. لسه معاكم ولسه مستمرين في تغطية الفرحة النهاردة، ومش هنسيب معاكم الاستوديو غير لما الطفل يتسلم لوالديه، ونفرح كلنا وننبسط
كلنا بعودة روح الإنسانية وعودة الطفل لأسرته والحبايبه واللي الناس اللي لما عنيفة تحت شافهم ده كان لحمة حمراء يعني لما خدوه ما يعرفش غيرهم، لكن إجبار يعني تدخل الشيطان وإجبار الناس إن هم يبعدوه. وحتى أنا بسأل يعني هل خلال السنة وشوية اللي أبوه بيتكلم عليهم دي ما كانش ينفع إن أبوه وأمه الناس اللي ربوه والناس اللي احتضنوه والناس اللي شالوه هو صغير كانش ينفع يشوفوه مرة في الأسبوع؟ كان صعب، كان يكسر من القوانين. قوانين إيه اللي كانت تمنع إن حد يشوف طفل مرمي في ملجأ ولا في بتاع؟ أنا أسف إن أنا بقول مرمي، بنقول مرمي لما يكون لي أهل ويكون لي حبايب ويكون لي ناس. ما أقصى هذه الحياة الحقيقة، أنا مش عايز أتكلم في مشاكل وفي حاجات صعبة يعني، ومش عايز أقلب المواجع، لكن نتكلم النهاردة بس على الفرح، والكل كلام وقته. كل الأسئلة اللي انت سألتها ازاي ما كانوش بيشوفوه، هل بروح الإنسانية ما كانش فيه ولو دقايق طول الفترة اللي فاتت انهم يشوفوا ابنهم اللي هم ربوه، شاور على حاجات كتير، شاور على فساد، شاور على عنف، على تشدد، على عدم إنسانية. مش بنعمم، لكن بنقول ان في فئة وفي ناس هي كده، يعني الفساد والشيطان مسيطر عليها. لكن النهاردة عايزين الفرحة هي اللي تغلب. كلنا بنسأل هل بعد الفترة اللي فاتت دي شنودة يرجع بقى ان شاء الله يتعافى، نفسيته تتحسن، يرجع لحضن ابوه وامه، يرجع لحبهم وحبه ليهم اللي اكيد كان لسه استاذ فاروق بيحكي عنه دلوقتي. لكن كمان كل الناس اللي سندت القضية في الفترة اللي فاتت، سواء من الناحية القانونية مجموعة السادة المستشارين والمحامين اللي تولوها، من الناحية القانونية وكان معاها روح الإنسانية، الناس اللي تولتها من الناحية الإنسانية البحتة، ما كانش عندهم أي مصلحة ولا ليهم صفة رسمية، لكن ما كانوش قابلين بالظلم ولا بالموقف اللي هم شايفينه، مناشدات كتير. فكل واحد ساند ودعم القضية من وجهة نظره من واقع مسؤوليته. النهاردة بنقدم له الشكر. وخلونا نتكلم أكتر ونشوف الفترة اللي فاتت، لو برضو من ناحية القانون الإنسانية إيه اللي ممكن يحصل عشان الطفل ده يتعافى، إيه التشريعات أو القوانين اللي ممكن تصدر عشان تصحح أوضاع كمان كتير غلط. دكتورة كريمة الحفناوي، عضو الجبهة الوطنية لنساء مصر، صباح الخير دكتور كريمة. صباح الخير وصباح الفرحة والأمل والنور. أكيد أكيد إحنا سعداء بالابتسامة الحلوة اللي أكيد النهاردة يعني بتعم الدنيا كلها ومصر كلها وكل اللي ساند القضية دي وكان شايف إن الحق لازم يرجع لأصحابه. طبعا يعني بصي، عايزة أقول لك يعني الدموع زي ما بنقول المصريين دايما بيدمعوا في الفرحة وبيقولوا دموع الفرح. أيوة هو طبعا ده اللي موجود النهاردة. صحيح. يعني دعيني ان انا اصبح على كل الناس في كل الدنيا، مش بس المصريين. يعني اللي كانوا بيتابعوا هذه القضية كجزء منهم، اي ام على فكرة في اي بلد كانت تتابع هذه القضية. وخليني اقول دي قضية انسانية، يعني خليني زي ما انت قلتي يعني انها قضية إنسانية بحتة. صحيح. يعني الإنسان إنسان اجتماعي، إنسان له عديد من الصفات الحسنة يعني بين البشر وبعضهم. فهذه القضية وما يتم هو انتصار للإنسانية، هو انتصار للبشر، هو انتصار للخير، هو انتصار للعدل. طبعا. هو انتصار للحق الحقيقة. يعني مفيش في الدنيا كلها قانون أو شرع لا يفسر للإنسانية. وده اللي عايز أقوله، إن إحنا بنسمع على أحكام من قضاء، يعني أكيد قضاء عاقلين يعني وناس عاقلين أو وكيل نيابة أو أي حد بيحل قضية، لما بيجي تحلها لابد من البعد الإنساني والبعد الاجتماعي. طبعا. يا جماعة نحن في مجتمع، هذا المجتمع عايز استقرار، هذا الاستقرار عايز أسر مع بعضها، هذه الأسر وعلاقات بين الأسر وبين الأطفال وبين الأم وبين الأب
والعلاقات بين البشر جميعا والعلاقات بين المحكومين والحاكم. إذا لم تكن علاقات تقوم على الحق والعدل والإنسانية والمساواة والتسامح. طب دكتور كريمة، دكتور كريمة ليه سؤال عند حضرتك برضو، لو من بعد اجتماعي وبعد إنساني وبروح الأمومة، اللي حصل في الفترة اللي فاتت احنا دايما أو عاوزين نقول أنه بيعلم، عشان لو أي حاجة سواء مشابهة بتختلف في بعض التفاصيل، لكن حاجة حصلت زي كده ممكن يتعامل معاها ازاي؟ ازاي ما قدرناش او دور الرعايه او اللي كان معاهم الطفل شنوده ان هم يستنوا لحين اعلاء كلمه القانون، كلمه النائب العام، بيان الازهر وفتوى الازهر اللي صدرت كل المؤسسات، وبعدها ابتدي اتخذ اجراءاتي اللي تخص الطفل سواء في تغيير اسمه وديانته ونفسيته بعلمه ايه؟ ليه ما استنيناش لده؟ زي ما حضرتك قلتي هناك متشددين، هناك متعصبين، هناك متطرفين، هناك متزمتين، ويحسبون أنهم يدافعون على الحق. ما هو دايما المتشدد ونحن نعرف أننا يعني منذ هنقول أكثر وصلنا 50 سنة في أفكار متشددة يعني طبعاً. غزتنا وغزت يعني مصر المتسامحة سواء كانت إسلامية أو مسيحية، متسامحين عايشين مع بعض، لم نعرف هذا إلا منذ فترة يعني، وجاءت لنا أفكار متزمتة وأفكار شيطانية كما قلتم، وأفكار لا علاقة لها بالدين. وللأسف الشديد يقول لك ده الدين الحقيقي، ليس هو الدين الحقيقي. وزي ما أنت قلتي يعني الواقعة بتاعت النهاردة بتقول إني اللي تم ده، أنا رأيي أنه لازم يبقى مرجع. يعني هقول لك في أحكام في القضاء المصري منيرة، يعني كده يقول لك القاضي فلان من كام سنة حكم مثلا بهذا الحكم، وبناء عليه يتم الحكم في قضايا أخرى، لأن هذا الحكم كان حكم مستنير، كان حكم أعادة. طبعا دكتورة كريمة، أنا عايز أخد حضرتك بعيدا عن التصرف اللي حصل من الدار، ويمكن الدار دي من الدارات اللي خربت دماغنا بالإعلانات وتعالوا والإنسانية، لكن عايز أسأل حضرتك على النهاردة أنا بتكلم عن شنودة، أنا ممكن أسبوعين 13 كمان أكلمك عن حد اسمه أحمد أو محمد أو هاني أو أي اسم تاني. هل ينبغي أو ناخد القصة بتاعت شنودة دي لمجلس النواب وتكون بداية لتغيير بعض التشريعات أو القوانين أو تخفيف بعض القوانين، علشان ما فيش أطفال تاني تتأذي، ما يقعدش الولد في دار رعاية سنة ونص لحد ما الأهل يقعدوا يتمرمطوا في المحاكم رايح جاي، يعني هل دي تكون بداية؟ أنا بشكرك جدا، لأن أنا كنت هكمل إن زي ما بنقول في أحكام كانت سبب في التغيير لصالح الإنسانية والبشرية، يبقى لابد من إن من الآن تغيير التشريعات والقوانين اللي عندنا وفقا للواقع اللي حدثت طبعا لشنودة. وأنا يعني من هنا بقول لكل الأديان، لكل أصحاب الأديان ولكل الفقهاء ولوزارة الأوقاف وللأزهر وللكنيسة وللنواب ولوزارة العدل، يقعدوا علشان نصيغ قانون يكون هذا القانون أو مشروع قانون يناقش ويدخل لمجلس النواب ويصدر، ويبقى لصالح زي ما بنقول الإنسان ولمصلحة الأطفال اللي هم مستقبلنا أصلا. لو في وقت في دقيقة هحكي لك على مسرحية لبريخت، وهو رجل ألماني اسمها دايرة التباشير. في دايرة التباشير في أم ربت، يعني أم ربت زي كده مامة شنودة ربته، وبعد ما ربته جت الأم، يعني هي دي الأم اللي بنقول عليها الأساسية واللي ربته. جت الأم التانية عايزة تاخده، يعني جت أم قالت إنه ده ابني اللي هي الأم الحقيقية. لما راحوا للقاضي، فالقاضي عمل حاجة جميلة جدا، قال لهم طيب أنا هحطه في وسط دايرة، واللي اللي هي يعني عايزة تاخد ابنها تشده من دراعه، تشده من دراعه. الأم اللي ربته عشان تبقوا عارفين ما شدتش الطفل من دراعه، يعني مين الأم اللي هنا؟ مش اللي ولدته فقط طبعا، اللي ربته وسابته، فكان هو حكم بأن الأم اللي ربته هي اللي تاخده، لأن التانية شدته، ما هي ما يعني ما فيش بينها وبينه صلات
وحنية. أصل الأمومة يا جماعة مش مجرد أيوة. إن أنا حملت بالطفل، مش بخلف وارمي، الطفل الذي منذ ولادته أنا رعيته، أيوة. ده شيء كبير جدا والصلة اللي بين الاثنين. فأدي مسرحية من كام سنة يعني من القرن صحيح. الماضي صحيح. فما حال بقى بالقوانين والشرائع التي تدعو إلى يعني العلاقات الإنسانية. هذا الطفل يعني ولا بد إن إحنا نراعي حاجة ثانية بقى، البعد النفسي، البعد النفسي أيوة. لطفل صغير، يعني كيف لم نراعي بعد نفسي؟ ده ظلم إنساني وقهر إنساني صحيح. إحنا لا نراعي ده إحنا بالنسبة للأطفال. يا دكتور ما كانش فيه يعني إحنا قاسينا مع هذا الطفل للأسف يا دكتور كريمة، كل كلمة قالتها كنا بنلتاع وكنا أيوة. بنحزن وكنا بنقول أي شرع وأي قانون وأي إنسانية أي إنسانية بهذه القسوة التي تبعد يعني الطفل عن أمه. بنشكر حضرتك جدا دكتورة كريمة الحفناوي لوجودك معانا، وعايز أكد على كلام حضرتك إن إحنا من بداية قصة شنودة إلى الآن مع إننا شفنا ناس حلوة كتير وشفنا مؤسسات جميلة تعرفنا عليها، لكن كان في ناس ما عندهاش الحد الأدنى من الإنسانية، من أول الدار اللي منعت أبوه وأمه إن هم يشوفوه لمدة أكتر من سنة وشوية، لحد مش عايز أقول الاسم، لحد الفيديو الشيطاني اللي كنا شفناه مع بعض الأسبوع اللي فات. مفيش حد أدنى من الإنسانية. لعل تكون قصة شنودة بداية جديدة لحياة ناس جديدة، لأطفال كتير جدا ممكن يقابلوا نفس المجهول، وربما يكون في أطفال بيقابلوا المجهول ده وإحنا ما نعرفهمش وما قدرناش نسلط عليهم الضوء إعلاميا. بتمنى أن تكون دي بداية لتغيير وتعديل بعض القوانين. إذا كانت الدولة ومع مناشدات مدام أمال أستاذ فاروق طول الفترة اللي فاتت، السنة ونص اللي فاتت، زي ما كنتوا بتشوفوا كده، احنا بناشد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انت أب أكيد هتحس بمأساتنا، كانوا بيطالبوا بتدخل الدولة، وكانت الناس واقفة علامات استفهام، هو إيه اللي هيحصل؟ هو إيه القرار؟ هل هينظر في اللي بيحصل ده؟ هل الدولة هيبقى لها دور في الفساد واللا إنسانية اللي احنا بنعيشها دي؟ وجه الرد قاطع، فما تبقاش الدولة ماشية في اتجاه وبتدور على الأسرة وعلى التنمية وعلى المجتمع وعلى الصحة النفسية ومبادرات وكلام، في مجهود بيتعمل عشان احنا نلاقي أفراد أو القلة أو الفساد يجي يبوظ كل اللي احنا بنعمله ويخلي الحكم بتاعنا في المطلق لا ده محدش بيحس، ده محدش بيشوف، ده لا زي ما انتوا شفتوا كده. الرد ده كان أبلغ رد، القرار ده كان أبلغ رد على كل المتشددين والفاسدين واللي مش بني أدمين اللي احنا بنسميهم كده الشياطين اللي عايشين في وسطنا. فإحنا زي ما يعني دولة واخدة اتجاه، لكن عمليا بقى الرد ده كان هو تنفيذ الإنسانية وقيم المجتمع والتربية والصحة النفسية. وأعتقد يعني وأنا كل ثقة إن شنودة هيتعافى، أنا عارفة إن هيبقى فيه تأثير نفسي من الفترة اللي فاتت عليه، لكن بحضن أبوه وأمه بحبهم ليه وبالطبطبتهم عليه وبالحياة الكريمة، صدقوني من غير إحنا الإجراءات دي تمام، دي إجراءات رسمية لازم تتعمل، بس بالفطرة وبالحب أمال وفاروق كانوا بيعملوا كده مع شنودة قبل ما يتاخد منهم، كانوا بيعملوا كل الحاجات اللي هم بينضوا عليها دلوقتي من غير امضاءات ولا اجراءات صحيح. ولا ورق صحيح. لسه معاكم ونروح لزميلنا كامل كامل لسه مش معانا دلوقتي حالا، يبقى معانا ويبقى معانا الفرحه صوت وصوره. احنا كل ده قاعدين ليه؟ قاعدين منتظرين نقابل معاكم الفرحه صوت وصوره على الهواء مباشره على شاشه سي تي في ولحظه تسليم الطفل شنوده لابويه امال وفاروق. لحظه جميله الحقيقه، لحظه انا بشوفها ان هي فارقه في تاريخ الانسانيه. تقول لي يا عم ما تكبرش الموضوع ده كده طفل، صدقوني هي القصه مش قصه الطفل شنوده بس، القصه قصص كتير جدا بعد كده. انا بقول لكم يجوز في اطفال بيمروا بنفس المعاناه واحنا ما نعرفش، يمكن في يمكن أهل طفل فيهم ما عرفوش يكون ليهم صوت، ما عرفوش يظهروا للمجتمع، لكن يعني لو ده يكون بداية فعلية لتغيير بعض القوانين. كمان أنا شايف رسائل كثيرة جدا بتقول ما تنسوش تقولوا أن الطفل يعرض على طبيب نفسي ويتم معاملته نفسيا. يا جماعة يعني محبة الناس لشنودة والحب ده اللي احنا شايفينه من مدام أمال وأستاذ فاروق دول يعملوا يعني كل حاجة عشان الطفل يبقى سوي ويبقى كويس ويبقى حلو ويندمج مع المجتمع مرة تانية. نثق ان الله هيصنع من شنودة مثال حلو ومثل حلو لينا كلنا عشان يقول لنا شفتوا
الولد ده كان رايح في سكة بعيدة خالص وأنا جبته وأنا عملت منه حاجات كتير، وأنا بشوف اللي عمل الحكاية دي كلها ربنا. طبعا في ناس كتير تعبت وعمرنا ما بننكر تعب حد، لكن صلوات الناس وقلوبها اللي كانت مرفوعة ما راحتش هطل، والله بصلها والله تعامل معاها. عشان كده النهاردة بنحتفل معاكم بفرحة رجوع شنودة. الأم والأب اللي ما فرطوش، الأم اللي دموعها ما نشفتش والأب اللي دموعه ما نشفتش على شنودة، يأكد كل الكلام اللي بنقوله. الأم والأب مش هم اللي خلفوا وبعدين رموا، لكن اللي حب وربى واللي كافح واللي جاهد واللي فضل ورا ابنه عشان يرجعه تاني لحضنه، هم دول يتقال عليهم أم وأب. كلمة بابا وماما دي ما بتجيش بالساهل، مش أي حد بتقاله كلمة بابا وماما من غير إحساس. وياما لما بيبقى ما فيش علاقة حلوة بين الولاد وبين أهلهم بيبقى مش هاين على الولد ولا البنت يطلع من بقه كلمة بابا وماما، لكن لما بيقولها من قلبه لأنه حسها وشاف الحب وشاف الحنية وشاف الكفاح من أبوه وأمه عشان خاطر ولادهم، وده اللي احنا شفناه في قصة شنودة. هنحاول برضو مع المداخلات ومع كامل نعيش معاكم كل اللحظات، وهنحاول كمان نقرأ كل التعليقات بتاعتكم. معانا عبر الهاتف دكتور محمود العليلي، طبعا الكاتب الجميل والسياسي الرائع. دكتور محمود أهلا بحضرتك. اهلا استاذ اسحاق، ازي حضرتك؟ تمام. تابعت حضرتك انا على صفحه الفيسبوك وحضرتك كتبت يعني لعل تكون دي بدايه لنظر قصص قادمه، يعني فبتشوف حضرتك قصه شنوده وهي انتهت النهايه اللي كلنا كنا بنتمناها اللي هي النهايه السعيده، بتشوف ماذا بعد يا دكتور؟ خليني اقول لحضرتك انا ببص للمساله يا استاذ اسحاق بشكل شويه نفعي يعني. ايوه، وعايزين نستفيد من اللي حصل يعني. أيوه. انا شايف الحقيقه ان الولد بغض النظر عن كل المصاعب اللي شافها فهو ولد في النهايه كان محظوظ لانه سلطت عليه الاضواء. صحيح. لانه في ولاد كتيره جدا ممكن يكونوا في نفس الظروف، يا اما ما بيلاقوش من يرعاهم من الاساس او ما بيسلطش الضوء على الحدث اللي حصل بالنسبه لطفل زي شنودة أو لوالديه بالتبني. المسألة كانت في منتهى يعني القسوة وعدم الإنسانية. حضرتك تخيل معايا شكل الولد ده وهو في ناس جاية تاخده من ناس مجهولين جايين ياخدوه إلى مصير مجهول. تخيل الولد ده الرعب اللي كان فيه. طبعا رعب شديد جدا، بالإضافة إلى شعور الوالدين اللي مش عارفين ابنهم رايح فين. فالمسألة الحقيقة احنا محتاجين ناخد الجانب المضيء اللي فيها او نستفيد من كل ما حدث من اغسطس اللي فات لحد النهاردة. بتصور ان في الاف ان لم يكن اكتر يعني من الاطفال اللي ممكن يكونوا في نفس وضع شنودة او اوضاع مماثلة، مسلمين او مسيحيين. المسألة لا علاقة لها بالدين. صحيح، لا علاقة بالدين، لان هذه القضية ليست قضية قبطية كما حاول البعض تصويرها. طبعا دي مسألة انسانية. ايوه، يجب ان احنا نبص لها من منطها الانساني ومش من اي منط اخر، ونحاول ان احنا نشوف تكييف قانوني السند الشرعي او القياس الفقهي او كل الكلام ده. انا بعتقد انه مساله يجب ان احنا يكون عندنا حل حاسم ليها، لانه احنا النهارده في زمن الدي ان اي وفي زمن ما ينفعش ان احنا نكون لغايه دلوقتي بنتكلم عن اختلاط الانساب وبنتكلم يعني مسائل الحقيقه يعني مش ساعات حتى ما بنوصلش للدي ان اي، ساعات بتتحل بتحليل دم يعني. ايوه، العلم حسم الامور دي بالظبط. انا بتصور ان احنا محتاجين حل جذري قانوني، لان ده هيساهم في اعطاء حياه كريمه وامنه لالاف الاطفال اللي ممكن ما يكونش ليهم مكان يعيشوا فيه. صحيح احنا بنتكلم على دور ايواء، ولكن في النهايه دار الايواء مهما كانت عظيمه ومهما كان بيمارس فيها كل انواع الحب والحنان والعطف والرعايه، مش هتكون زي اب وام تبنوا طفل. طب دكتور محمود، دور الرعايه او الايواء العظيمه اللي انا مش عارفه برضو الحكم عليها بانها ممكن تبقى كده، ده بيجي ازاي وايه المعايير اللي بيتحكم فيها ان الدور ده كويس ولا لا بعد حاله شنوده؟ حاجة بتشوف بعد اللي حصل مع شنوده في الدار دي وطريقه التعامل اللي اعتقد ان شنوده محتاج انه يتعافى من الفتره اللي فاتت، ازاي الدور دي رغم انها تحت الرقابه
الصحبه وتحت الانظار، ووزاره التضامن الاجتماعي بتشرف على دور الرعايه، ما يحصلش فيها تجاوزات مش في دي بس لكن في اي دور رعايه. بص حضرتك، احنا بنتكلم على دور الرعايه كمؤسسه من المؤسسات اللي موجوده في الدوله، يعني ما نقدرش نقول لكل مؤسسات الدوله تسير على قدم وساق، ولكن بالتاكيد في دور رعايه ممكن كويسه ومحترمه وبتقدم الرعايه المطلوبه، واكيد في اماكن فيها تجاوزات بالظبط. ولكن الحقيقه في موضوع شنوده بالذات هي المساله، احنا لو عندنا فرصه انه كم هؤلاء الاولاد او نسبه كبيره من هؤلاء الاولاد يكون ليهم اسر بترعاهم وتتبناهم، انا اعتقد ان ده مساله نسبه ان الولاد دول يكونوا عايشين حياه امنه وكريمه اكبر بكتير جدا من نسبه ان الولاد الموجودين في دور الرعايه يكونوا بيعيشوا حياه امنه وكريمه. طب فبتصور ان احنا ناخد ده فرصه بهدوء، لانه الناس طبعا لما كانت بتتعامل مع الموضوع في الوقت اللي كان فيه الولد تحت الضغط النفسي عن والديه بالظبط وموجود في دار رعاية، كان كل الناس يعني زي ما بيقولوا كده واقفين على طراطيف صوابعهم. أما دلوقتي أعتقد إن احنا محتاجين نبص للمسألة ومننامش عليها، نبص للمسألة بجدية شديدة، ونبص للمسألة إنه شنودة ليس الوحيد ولكن هناك آلاف زيه، وفي آلاف من الأمهات والأبهات اللي بيتطلعوا وبيتمنوا وبيحلموا ان هم يكون عندهم طفل في حضنهم. خليني اقول يعني بانسانيه شديده وبقسوه شديده انه يا جماعه روحوا شوفوا الناس اللي في مراكز التخصيب او مراكز التلقيح الصناعي، او اسالوهم انتوا جايين هنا ليه وكم مره عملتوا العمليه دي وكم مره نجحت وما نجحتش وبرضه لسه مصرين ولسه عندكم الاشتياق الى ان يكون هناك طفل والحاجة إلى البنوة والأمومة مسألة في غاية الأهمية. خلينا نبص لها بشكل إنساني أكتر بكتير جدا من بعض القوانين الجامدة وبعض الأحكام اللي مفروض إن احنا نبتدي يعني نبدي المناط الإنساني أكتر من أي مناط آخر. أكيد. شكرًا جدا دكتور محمود العليلي الكاتب السياسي على مداخلة حضرتك، وأعتقد أن الموضوع زي ما دكتور محمود كان بيقول ما ينفعش شنودة رجع لأسرته بالسلامة، لكن مش الموضوع اتقفل على كده، لا، ده في آلاف الأطفال تحتاج لنظرة تانية وتغيير وتعديل في تشريعات وفي قوانين وغيرها. بنتمنى مرة تانية، ومش عايز أكون بعيد نفس الكلام، لكن فكرة تعديل بعض القوانين يعني شوفوا، يعني هي الأفضل أن طفل يعيش في دار لحد ما يكمل سن معين وبعد كده يلاقي نفسه في الحياة وحيد، ولا الأفضل أن طفل يعيش في أسرة حياة طبيعية وحياة منطقية وحياة فيها المعاملات الإنسانية الطبيعية اللي بتخلق جوانا بعد كده بني آدمين بأفكار معينة؟ يعني ده الأفضل ولا ده؟ مش عارف، يعني أنا بحس الموضوع محتاج نتكلم فيه كتير، مش موضوع الشنودة لكن موضوع الفكرة نفسها وفكرة القوانين اللي احنا بنقف قدامها هنعمل إيه؟ يعني الناس كمان تقول لك طب القاضي هو القاضي يحكم بالقوانين، وللأمانة موضوع الشنودة لولا وقوف مؤسسات ولولا على فكرة دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر أعتقد كان الأمر هيبدو صعب وصعب جدا. كمان احنا وصلنا لمراحل في قصة شنودة اني ايه رأيك المشكلة دي تتحل؟ مش عارف، اللي هو مش عارف، يعني ما مش عارف تجيبها منين، بتتعقد كل يوم، كنا بتتعقد وجي اخر الاسبوع اللي فات مره تانية بقول خلاص بقى كده كانت قفل الضبه ومفتاح زي ما بيقولوا، خلاص الموضوع كان بعد الفيديو بتاع، لكن الله عجيب طبعاً. الله عجيب جدا، وفرح ربنا وايد ربنا عظيمه جدا، والنهارده بنحتفل برجوع شنوده لاسرته ومعاكم على الهواء مباشره، وهننقل الفرحه دي صوت وصوره. ما تيجي نشارك الناس كده ونشوف تعليقاتهم، يلا بينا، والكلمات الحلوة وفرحتكم برجوع شنودة ومشاركتكم عشان هي غالية علينا كلنا. فممكن برضو سريعا أقول لكم، مينا صابر بيقول ألف ألف مليون مبروك على رجوع شنودة، عبير فوزي بتقول عظم الرب الصنيع معنا فصرنا فرحين، بولا إبراهيم بيقول ألف مبروك رجوع شنودة، بسنت ألف مبروك رجوع شنودة، وشكرا لكل شخص وقف في القضية. جوليا عنتر شكرا للكاتبة فاطمة نعود، بجد هي ضمن اللي كانوا واقفين في رجوع شنودة. رامي راضي بيقول ألف حمد لله على السلامة رجوع شنودة، وتحيا مصر تحيا مصر.
جين أو جان لويد بيقول مبروك علينا كلنا شنودة، وعقبال لما يطبقوا التبني لكل الأديان وتمحوا أي دار، والولاد يتربوا بيت آمنة ويقدروا يتعاملوا أو يكونوا سويين حلوين ويكبروا في بيوت نظيفة الفكر والمحبة والإخلاص. مخلص نصر بيقول أنا في قمة الفرح برجوع شنودة. ميرفت مقار فرحة رجوع شنودة بالدنيا كلها، ربنا يفرح قلب اللي كان ليه يد في رجوع شنودة. إدوار مجدي بيقول أنا من يومين كنت هبعت لكم أقول لكم لما تسافر القدس في أسبوع، يعني فبيقول يعني فرحان برجوع شنود. كلنا فرحانين. تريزا سليمان ألف مبروك وربنا لا يترك أولاده أبدا، وشكرا لكل من له تعب في هذه القضية. نانا حبيب بتقول أحلى فرحة على كل مصر رجوع الطفل لحضن أمه. سوزان جرجس بتقول بجد ونعمة الأم، ربنا يفرح قلبك بيه وتشوفيه سمرة صالحة. شفتوا بقى الدعوة الحلوة، لأن هي هي الأم الحقيقية فعلا، هي ونعمة الأم. هنودة بتقول ألف مبروك، شكرا ليك يا رب، فرحتهم في الأيام المقدسة دي فرحت العالم كله. هو ده حقيقي، لأن اللي بيدعموا قضية شنودة أو كانوا متعاطفين معاها ومستندينها ودايما على تواصل ويسألوا، مش الناس هنا في مصر بس، لكن صدقوني يعني دول كتير في كل الدنيا كانوا بيتابعوا القضية دي ودايما بيسألوا وعاوزين يطمنوا، وفيهم مصريين وغير مصريين. التعاطف اللي هما بقى إيه الإنسانية، اللي بيحملوا صفة الإنسانية، هما دول اللي كانوا بيحسوا وبيسألوا ومتعاطفين مع القضية. أم كرولوس بتقول ألف مبروك عودة الطفل شنودة، اليوم موافق إقامة العازر من الموت، اليوم إعادة شنودة لحضن أم، أشكرك يا رب لأن تدبيرك فاق العقول. مجدة رفعت بتقول ألف مبروك رجوع شنودة، وده أكبر انتصار للإنسانية. طبعا منيرة جيد بتقول ألف مبروك رجوع شنودة. روماني حبيب بيصبح علينا بيقول من قرية دير إبراهام بالعزب الفيوم، وألف ألف مبروك لرجوع شنودة. برضو نقلب كده بقى عشان ناخد الناس اللي هي كتبت من بدري وما لحقناش نقرأ. طيب نعمل أبديت كل شوية عشان مجدي أيوب بيقول أنا أسعد إنسان في الكون. أبو جاسي عدلي بيقول حمد لله على سلامة طفل شنودة، ألف مليون مبروك، حمد لله على السلامة وشكرا ليك يا رب، وفرحة عظيمة وكبيرة لكل الشعب ولكل من ساند هذه القضية. مجد أيوب إيه الصباح اللي زي العسل ده، صباحك زي الفل. كمان إيمان جندي بتقول فين ده من بدري، لا اللايف موجود دلوقتي. مجدي أيوب قلناه، برضو نقلب كده شوية حلوين وناخد. أسامة المحسابي بيقول نشكر ربنا على رجوع شنودة. حنان موريز بتصبح علينا وبتقول أحلى هدية ليا من ربنا النهاردة يوم عيد ميلادي هي رجوع شنودة. كل سنة وانت طيبة. عيد ميلادك حلو، كل سنة وانت طيبة، ويوم جميل كده عليك وعلى الدنيا كلها. وحيد عوض نشكر ربنا على عودة شنودة. أسامة الخياط ألف مليون تريليون مبروك، يعني شوفوا اضربوا بقى الأرقام زي ما انتوا عاوزين، النهاردة مفتوحة معاكم الدنيا. يعني أرش سالي بتقول الحمد لله ومبروك، ربنا يحفظه في اسمه دايما. مرمورة ويليام بتقول ألف حمد لله على السلامة ونشكرك يا رب، ده يوم فرحة بجد، أخيرا هيرجع لحنان أمه وأبوه، ألف مبروك رجوعك يا أجمل شنودة. حقيقي الأم اللي ربت مش اللي خلفت. لسه معاكم ولسه منتظرين الفرحة الجميلة برجوع شنودة. فاصل ونرجع تاني. لسه معاكم، واللي لسه فاتح التلفزيون وبيتفاجئ ان لسه برنامج صباح النور شغال لحد دلوقتي، ايه اللي حصل؟ الساعة ما اتغيرتش، لكن احنا منتظرين نحضر مع حضراتكم لحظة تسليم الطفل شنودة لأبويه أمال وفاروق على الهواء مباشرة على شاشة سي تي في من وزارة التضامن الاجتماعي. ولحظة ما يبقى فيه المفاجأة الحلوة اللي كلنا مستنيينها، أو أي لقاءات أو أي كواليس للقصة دي كلها معاكم على الهواء مباشرة وزميلنا كامل من وزارة التضامن الاجتماعي.
احنا الوقت حتى في الفاصل وقبل الفاصل واثناء الهواء المراسلات والرسائل والناس اللي بتبارك والناس اللي بتسال والناس اللي بره مصر بتتاكد من صحه الخبر وغيرها، بجد يعني انا مش لاقيه كلام اقوله على الدعم بتاع الناس، محبتهم انتظارهم بشغف لعداله السماء. انا في الاول والاخر بقول دي عداله السماء، ربنا هو اللي بيحرك ويدبر كل الامور. واللي شفناه في مدام امال يعني يمكن هم حتى بيسالوها تقولي ايه على الناس اللي عملت فيكي كده، اللي اذت اللي تسببت لك في حرمانك من ابنك طول الوقت، ردها انا مش عايزه اقول ان هو غريب لان هو مش غريب علينا، لكن واحده زيها بكل الوجع اللي هي قاسته في الفتره اللي فاتت كنت سمعته منها كلام كتير، لكن قالت لك مش مشكله اللي قال واللي عمل، ربنا ينور قلوبهم، ربنا يسامحهم، ربنا يهديهم. هي يعني بتدعي بقى خلاص، بس انا اهم حاجه بالنسبه لي فرحتي بابني، هو ده كان كل اللي فارق معاه. فالشق اللي يخصها هي يعني بشخصها او بذاتها، تتنازل بقى ما تتنازلش، هي سمحت، هي قدمت محبه، وده يعني حاجه رائعه تتحط فوق الراس. لكن في نفس الوقت بقى من الناحيه بقى القانونيه واللي اخطا يتحاسب، هو زي ده شق تاني خالص، كل المختصين والساده المحامين هم اللي بيمشوا فيه وفي الاجراءات بتاعته. نقرا التعليقات مع حضراتكم وابعتوا لنا وقولوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك، على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجيبت، هتقلب كده عشان تلاقي فيديوهات كتير، احنا بقالنا كتير حاطين الصوره، هتلاقي صوره البرنامج، ابعتوا لنا وقولوا لنا ونقرا كل تعليقات حضراتكم. ميمو جرجس بتقول نشكر ربنا على رجوع الطفل شنوده بعد كل جمعه احد وبعد كل ليل نهار، وكما قال يوسف الصديق انتم اردتم بي شرا واما الله اراد بي خيرا. المجد لاسمك يا رب. لطيفه زهوت، او لو انا بقراها صح يعني، الف مبروك بجد، انا قلبي طاير من الفرحه بجد، شكرا ليك يا رب على عوده شنوده لحضن ابوه وامه. هاني معوض، الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، نشكر ربنا والف مبروك. طيب في ناس بتسال اللايف فين، عايزين نشوف شنوده معاهم. شنوده لسه مش معاهم، احنا زميلنا كامل موجود الصبح، كان معانا الصبح. لا انا بتكلم دلوقتي، هم لسه ما استلموش شنوده، الاجراءات شغاله، كامل موجود هناك واحنا معاكم. اول ما يبقى في صوره في لحظه تسليم شنوده لاهله هتكون هيكون الصوره معاكم، وكامل كمان هيكون معاكم. لازم احنا قاعدين لغايه دلوقتي او مدينا وقت الهوا عشان خاطر نشارككم وتشوفوا معانا الصوره وتعيشوا لحظة زي ما عشنا أيام الوجع والعذاب اللي هم كانوا عايشين، ولازم كمان نشاركهم ونفرح معهم. طيب برضو من الناس اللي بعتت لنا ريمون ثروت بيقول مبروك. جرجس روماني بيقول وكان الرب مع شنودة فرجع إلى والدي. هاني عاطف بيقول ألف مبروك، ربنا ما يحرمش أم من ابنها أبدا يا رب، يا رب ربنا ما يحرمش أم من ابنها. مرسى عاطف ألف مبروك. تينا توتي هي اللي بتسأل كمان برضو على اللايف، في اكونت باسم ربنا موجود بيقول شكرا ليك يا رب. طبعا قد ايه بقى صور وستيكرز وحاجات، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، طبعا اشكرك يا رب مليون مره. ام اندرو الف مليون مبروك لرجوع شنوده. ميرو جيسس الف مبروك. هدرا عدلي بيقول الف مبروك، انت فعلا الام الحقيقيه. كمان من تعليقات، طب ما تاخدي تعليقين كمان. طيب ناخد معانا تليفون، معانا استاذ محسن جورج عضو المجلس الملي بالسكندري. استاذ محسن اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا الحق، واهلا بهذا، اهلا بحضرتك استاذ محسن الكرام. أهلا. ربنا يخلي حضرتك، وتعليق حضرتك ايه على قصه شنوده والفرحه الحلوه بتاعتنا كلنا دي؟ طبعا النهارده القرار الجريء والقرار الإنساني بالنسبة للطفل شنودة ده فرحة للعالم كله مش لمصر وبس طبعا. وأصلا كمان أنا بالأمانة يعني أنا يعني صممت أن أنا أشارك، لأن فعلا ده قرار إنساني من الدرجة الأولى. أي. ويثبت للعالم كله ورسالة للعالم كله أن مصر بقيادتها وبحكمتها أصدرت قرار للإنسانية وليس للطفل شنودة. صحيح. وبالتالي إحنا بنقول للعالم كله مصر هتفضل عظيمة عمرها بقرارات قرارات قيادتها. وبنشكر حقيقي بجد النهاردة من القلب مش مجاملة ولا كلام صحافة ولا إذاعة ولا تلفزيون، بنقول فعلا شكرا للأب الكبير سيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه
قضاء فضيلة الشيخ الأزهر اللي كان له القرار السابق بأن الطفل شنو ده طبعا ساهم بشكل كبير طبعا طبعا حسمت المسألة. قرار جريء وحقيقي بجد دي تحتسب للأزهر ان هو الأزهر فعلا كل المصريين سواسية ونتمنى مش في قضية الطفل شنو ده وبس في جميع القضايا اللي تخص الشعب المصري بمسيحيين ومسلمين اللي هم هيفضلوا طول الزمن وعلى مر العصور اللي مضت والقادمة إن شاء الله بتقول مصر قوية بجميع أبنائها مسيحيين ومسلمين. فإحنا فالنهاردة حقيقي شكر جزيل للكل صحيح. صلوات قداسة البابا الأنبا توادرس الحقيقة اللي بيعمل في صمت وتملي بحاسس بولاده وبشعبه دي برضو كانت السند الأكبر لينا وللقضية دي صحيح. فبنشكر الكل وبنقول النهاردة رسالة من مصر للعالم كله إن النهاردة حصل قرار بيقول إحنا مصر فيها صحيح. حقوق إنسان من الدرجة الأولى ودي مهمة جدا لأن النهاردة بيتجروا بمصر إن ليس بها حقوق إنسان طيب. لكن مصر هتفضل قوية لأن هي مصر لما بيبقى في غلط لازم تحاسب بالغلط صحيح. بيبقى في صح بتدي صاحب الحق الحق فاحنا بنقول النهاردة للعالم كله مصر هتفضل عظيمة أمين. إلى الأبد. شكرا جزيلا نشكر حضرتك شكرا ليك شكرا لحضرتك أستاذ محسن شكرا لحضرتك أستاذ محسن جورج عضو المجلس الملي السكندري بشكر حضرتك جدا وكلام محترم وكلام قيم جدا طبعا شكرا مرة تانية وعشرة لكل من له تعب وكل من وقف بجوار الإنسانية وقف بجوار الطفل شنودة حاجة حلوة الحقيقة يعني واحد أصله الحاجة لما تيجي عكس ما الناس كلها متوقعة وأوقات بتبقى حلوة لما بتبقى المفاجأة حلوة وأوقات لما بتبقى الأمور ماشية بالعكس بتحبط وبتخلي إحباطات كتيرة جدا مش عند أهل شنودة بس لأن احنا خلال السنة اللي فاتت دي كل واحد فينا حط اسمه وحط كده نفسيته إن هو من عيلة شنودة إن هو شنودة ده ابننا جزء مننا والحقيقة للأمانة برضه عشان أكون أمين في الكلام اللي بقوله عدد كبير جدا من إخواتنا المسلمين كانوا بيتكلموا بهذا الكلام وكانوا بيقولوا الإنسانية تغلب وكانوا بيقولوا أن الطفل يرجع لأمه أنا كنت بسمع منهم كنت بشوف وكنت بقرأ كتير جدا للمستنيرين ومش بس المستنيرين والكتاب والناس المشاهير المعروفين اللي بيعرفوا يفرضوا نفسهم على الإعلام أو السوشيال ميديا أو كذا لا صدقوني ناس بسيطة كتسيبك من المتعصب وسيبك من الأعمى وسيبك من لا بتكلم على الناس الحلوة اللي هي كانت شايفة ان الطفل يرجع فيوم فرحة الحقيقة ويوم جميل جدا يعني المتعصب اللي وقت ما كان بيشوف الغلط وبعد ما كان بيشوف الظلم شنودة وأسرة شنودة كان بيطلع يقول لا ده هي معاها حق والكلام ده مظبوط المتعصب اللي شكك في البيان او فتوى الأزهر وازاي الأزهر يقول كده ويطلع فتوى زي كده وكانوا غضبانين جدا ايه القرار اللي هم طلعوه ده هو كده ده ظلم والولد مفروض انه ما يرجعش لأسرته والأهله فاللي ما بيحبوش الخير واللي يعني منعدم الإنسانية ما عندهمش أصلا يعني أدنى قدر من الإنسانية هم دول اللي احنا شفناهم بيدخلوا بيشككوا وزعلانين لكن القاعدة بقى العامة تعالوا نشوف بقى مسلمين ومسيحيين مسؤولين وغير مسؤولين من الناس البسيطة في الشارع لا فرحة ما بعدها فرحة الحقيقة يعني فبرضو في حد بيسأل هقول لكم مين لوسي لا أنا أسفة أستاذ لوقا بيقول ألف مبروك ربنا يفرح القلوب وبيسأل على موضوع تغيير الاسم اللي ما تابعش برضو معنا من بداية الحلقة ولما كامل كان بيسأل السادة المحامين والمستشارين على موضوع الاسم فهم قالوا ان في القانون الأسرة او في الكفالة او في التبني هياخد اسم الأب اللي هو أستاذ فاروق فهيبقى اسمه شنودة هيفضل زي ما هو فهيبقى شنودة فاروق والاسمين اللي بعد كده الاسم الثالث والرابع هيبقوا اسمين اعتباريين يعني هيختاروا اسمين بينموا عن انه طفل مسيحي لكن مش الاسم الثالث والرابع بتوع أستاذ فاروق ده موضوع الاسم تمام هما دلوقتي أنا بوصف لحضراتكم الأب والأم داخل حجرة في وزارة التضامن أو داخل مكتب في وزارة التضامن
ومعاهم الطفل شنودة، هم بالفعل استلموه، لكن إلى هذه اللحظة لسه الكاميرات ممنوعة أنها تدخل تصور. فإحنا بنناشد وزارة التضامن، الناس الحلوة في الوزارة اللي بيتواصلوا معنا باستمرار، أرجوكم لحظة حلوة، لحظة تفرح يعني إحنا كلنا مستنيين اللحظة دي، وإذا كان لحظة تفرح ناس كتير جدا، ولحظة بتوصف حاجات كتير. أنت النهاردة كدولة بتتكلم عن الإنسانية، بتتكلم عن حقوق الإنسان، ده احنا بره بنضرب بالكلمة دي باستمرار، حقوق الإنسان، حقوق تبادي حقوق الإنسان، ده احنا بنقول لهم تعالوا شوفوا. فما نمنعش الكاميرا، ما نمنعش اللحظة الحلوة ان الناس تستمتع بيها ويشوفها القريب والغريب ويشوفها الحبيب والعدو ويشوفها الكل. فأستأذن أصدقائنا وحبايبنا في وزارة التضامن، اسمحوا لكاميرات كل التلفزيونات اللي موجودة يعني ترصد هذه اللحظة، لحظة عودة الطفل شنودة لوالديه أمال وفاروق. برضو يعني احنا كل المستنيرين واللي دعموا قضية شنودة واللي ليهم أراء ازاي ممكن كمان نستفيد من اللي حصل ده للي جاي، وعشان الموضوع ده ما يتكررش، ممكن زي ما دكتور محمود العلايلي كان بيقول ممكن يكون في أطفال كتير جدا زي شنودة احنا ما سمعناش عنهم، من حقهم دلوقتي بعد اللي حصل مع شنودة تكون دي نقطة الانطلاق والإصلاح لكتير من الحالات اللي بتحتاج لكده. أستاذة بهيجة حسين الكاتبة الصحفية، أهلا بيكي أستاذة بهيجة. صباح الفل. اهلا بيكم، صباح الخير، والف الف مبروك. الف مبروك لينا، الف مبروك علينا كلنا. طبعا طبعا، اهلا. رجوع شنودة حضرتك بقى، لو يعني وصفتي من وجهة نظر حضرتك يعني الفترة الصعبة اللي عدت ولحظات الفرحة اللي احنا فيها، وازاي ناخد منها خطوات ايجابية للي جاي كمان قدام للاصلاح. طبعا هو الفترة اللي فاتت دي كانت صعبة صدقيني وبلا مزايدة علينا كلنا. طبعا طبعا، لأن في مواطن مصري طفل بتعذب، وفي أم وأب ربه 4 سنين بيتعذبوا. مصير المواطن ده إيه؟ الحمد لله طبعا الفرحة كانت فرحتنا كلنا، وإنه خرج. ده بيقول إنه لازم القوانين تتعدل يا جماعة. يعني أنا هبقى سعيدة بأطفال شوارع صحيح تطلع وتهرب، وإحنا تابعنا كلنا في الفترة اللي فاتت وكل يوم بنتابع على الجرايد أشكال التعذيب اللي في دور الرعاية دي صحيح، واللي في الملاجئ، وأشكال الإهمال وأشكال الانحراف. يعني كلنا قرينا في الجرايد المصرية، ما بنقولش كلام من عندنا صحيح. فهل نسيب الأطفال نهب للصدفة السيئة جدا في انهم يترموا في ملاجئ ويتعذبوا ويطلعوا منحرفين، بينما في اسر بتتمنى ضفر طفل؟ أستاذة بهيجة، يمكن اللي أثار كمان غضب الشارع، بقول بشكل عام الشارع، بقول القاعدة الشعبية طبعًا. إن يمكن إحنا اتكلمنا على إن دور الرعاية دي ومن على شاكلتهم اللي هي بقى مصدعانة بالإعلانات وبالتبرعات، والناس بتدي بداع مقابل إنه يلاقوا خير الولاد اللي موجودين في الدور دي في الحب والرعاية النفسية قبل أي حاجة. فش كده يمكن الموضوع ده أثار غضب الناس كلها، هي دي دور الرعاية اللي إحنا شايفين من وجهة نظرنا أو اللي بنأمل فيه ان الولاد تتعامل بشكل غير كده؟ الصحة النفسية للأطفال شكلها كده؟ طبعا، وبعدين ده مش مستحيل، الصحة النفسية والرعاية والتعليم ده مش مستحيل على فكرة. لا مش مستحيل، التجربة دي اتعملت في البرازيل وخرجت عظماء. خرجت أطباء ومهندسين وصنايعية حرفيين ولعيبة كورة أسوياء في البرازيل. اتعملت التجربة دي. لكنه للأسف ده مش موجود عندنا. فأنا مش حضيف للمأساة طفل تاني بأي حجة، لا ده مسلم لا ده مسيحي. لابد من تعديل القانون طبعا. قانون لو قلنا التبني وفقا للشرائع، وفقا للشريعة اللي أنا بنتمي ليها أو الآخر بينتمي ليها، أو الكفالة بالنسبة للدين الإسلامي. قانون واضح ومحدد، ما فيهوش أي ثغرة تخلي ورثة يتدخل. صحيح. إذن يا أستاذة بهجة، ممكن يعني الكلام اللي حضرتك بتقوليه وفقا للأستاذة
بهيجة. استاذة بهيجة، الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده يقول ان هو ممكن تعديل القوانين، وان فكرة تعديل القوانين دي مش كلام وخلاص، يعني ممكن تعديل القوانين على حسب كل شريعة، صح كده؟ طبعا حضرتك، اصل هو القانون طالع لخدمتنا، يعني من ايام الانسان البدائي لما عمل قوانين تخصه لخدمة الإنسانية. ما يا فندم لو حضرتك تتذكري معانا، وأكيد حضرتك تتذكري والمشاهد الكريم كمان، فكرة لما كان في تغيير الدستور وعمل دستور جديد لمصر، النقطة دي أصلا كان عليها خناقة وخناقة كبيرة يعني. أيوه خناقة وخناقة كبيرة، لكنه أنا بأي حق، إذا كنت أنت ترى أن الكفالة هي الأصح وفقا لشريعتك، أيوه، ليكن القانون بيضمنها لك، أي، حتى لا تخالف الشرع. وإذا كان التبني وفقا لشريعتك، أي، الأخرى أو الآخر، فلابد أن يكفلها القانون. النهاردة بنعمل قوانين أحوال شخصية لغير يعني للمسيحيين أو لغير أو لاسمه لغير المسلمين، فليه لأ أن هو يبقى كده يعني؟ طبعا ليه لأ، يعني أنا مش عايزة أتكلم في قضايا سابقة، أيوة، في فكرة التبني أطفال من الملاجئ وحصل فيها مشاكل ومش هنفتح الجراح. كان فيها أفلام كمان تعمت عليها. لكن يا أستاذة بهيجة دلوقتي، يمكن إحنا كنا كل المداخلات والسادة الأفاضل اللي شاركونا قالوا حتى موضوع بقى اختلاط الأنساب وغيره، ما النهاردة بقى فيه التحليل والدي إن إيه ما بقاش فيه كلام، يعني طعنت في شرفها دي. هو التحليل يعني فصل كل حاجه، كان حاله اثبات نسب، ايوه، في الشهرين 3 4 السنه اللي فاتت، ايوه، مش ده كان موجود وقريناه على صفحات الجرايد؟ صحيح، وتم اثبات النسب للاب اللي بيتهرب من النسب. طيب مين اللي انقذ شنو ده؟ مش تحليل الدي ان ايه طبعا بتاع السيده الفاضله، أيوه، العظيمه، ايوه، اللي اتطعنت في شرفها، أيوة، ليها كل المحبة والتحية والتقدير. طبعا أنا فاهمة، أنا عارفة هي تعرضت لإيه، بس يعني احنا بنحييها لأنها كانت إنسانة جريئة وجميلة وشجاعة إن هي راحت وعملت تحليل دي إن إيه، والشخصية الشيطانية اللي حاولت تبوظ القضية أتاريها كان الله حول السواد لحاجة حلوة. طبعا بس أنا برجو يعني إيه، قبل ما ننهي أرجو يعني ايه متابعه شنوده لفتره محدوده، ايوه، لاعاده توازنه. يا جماعه طفل اتحط في ظرف مختلف، ايوه طبعا عندك حق، وسيء، انا مشفقه جدا عليه، انا مش عارفه حالته شكلها ايه. صحيح، لابد من الرعايه المتخصصه العلميه. طبعا هم هيحطوه ابوه وامه هيحطوه في عينيكم طبعا، لكنه احيانا لازم نلجا للعلم علشان طبعا نداري اي جرح او اي عوار اصاب الطفل ده في فتره وجوده في الملجا. بنتمنى ده انا بقول لحضرتك، سواء من ابوه وامه زي ما قلتي كده اللي هيحطوه في عينيهم، او من كل المحبين واللي حابين انهم يساهموا ويخدموا، وهنلاقي من الساده بقى المتخصصين في الصحه النفسيه والاطباء النفسيين هم من نفسهم هيقدموا كمان على ده. يا ريت يا طبعا ريت. أكيد. ونضغط عشان احنا محكومين، احنا دولة قانون طبعا دولة مدنية. ايوه بشكرك، شكرا جزيلا. الاطفال اللي بيتشاء ظروفهم. شكرا ليكي أستاذة بهيجة حسين الكاتبة الصحفية على مداخلة حضرتك. طبعا وزي ما قلنا كده، ممكن دي تكون الشرارة الأولى لتغيير كتير جدا من التشريعات ومن القوانين اللي يخدم كتير أباء وأمهات، وبقول أباء وأمهات وهم محرومين لكن عندهم روح الأب والأم ونفسهم زي ما بيقولوا كده في ضفر عيل يحطوه جوه عينيهم وياخدوا طفل كان مفروض يبقى له أب وأم لكن رموه ولا يمت للأبوة ولا للأمومة بصلة. أعتقد مش صعب أبدا أننا نخرج بتشريع أو بقانون ينظم ده ويحل ويفصل في المشاكل من قبل ما تحصل عشان ما يبقاش فيه مشاكل. طيب طب يعني معلش اخد كده ناخد كام تعليق هبه، ناخد كام تعليق سريعا. ريموندا نور بتقول الف مبروك رجوع شنوده، وهي فعلا الام اللي بتربي مش اللي بتولد وترمي. استاذ ناجي ملاك بيقول من ساعه ما نزلت يعني من ساعه ما شاف الخبر وهو دموعه ما بتبطلش، يعني ربنا يفرح قلبك. وجميل على فكره
اللي يحس بالناس واللي حل اللي يحس بمشاعر الناس دي فضيلة على فكرة وحاجة جنبها. أحب جدا أنا الناس اللي تفرح للحاجة الحلوة، مش تقول لك يا عم خلاص ده دوشت دماغنا ولا بتاع، بس الحقيقة الواحد اللي من دول على قد ما شاف من حاجات وحشة على قد ما شاف ناس حلوة كتيرة جدا جدا. المشاكل والصعوبات دي هي بقى اللي بتظهر الناس ومعادنهم. هبة بتقول برضو هبة عبدو الفرحة هتنط من عينيها، يا بخت شنودة بالأم دي. كل الناس بتقول يا بخت شنودة بالأم دي. طيب احنا قلنا لكم من دقايق ان استاذ فاروق مدام أمال في وزارة التضامن في أوضة موجودين معها الشنودة، ممنوع الكاميرات انها تصور، وده حاجة يعني خارجة عن إرادتنا احنا او عن إرادة كامل زميلنا اللي موجود هناك. لكن في اللحظة اللي هيتفتح فيها باب الأوضة وتخرج مدام أمال وأستاذ فاروق بشنودة، زميلنا كامل هيكون معاكم على الهوا وهيتفتح الهوا حتى لو أنا مش موجودين، لكن هتتابعوا كل لحظات الفرحة وهتعيشوها معانا. خليكم قدام شاشة سي تي في، كل دقيقة بتعدي هيبقى فيها حدث هتلاقوها معاكم على الشاشة. اوعوا تحولوا شاشة سي تي في، أنا وهبة هنمشي لكن الشاشة قاعدة وموجودة وعلى الهواء مباشرة. أول ما الأسرة تبقى موجودة ومعانا على الشاشة هتبقى معانا في لحظتها على الشاشة، بس هتكون بدوني أنا وهبة. احنا كمان نجري عشان نلحق نتفرج ونتابع مع كامل. أكيد طبعا. أنا بشكركم جدا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهاردة، ويا رب يومكم مفرح ويومكم جميل ويومكم حلو، ودايما كده حلقات صباح النور نعيش معاكم لحظات حلوة وجميلة. يومكم بهجة ويومكم فرحة ويومكم كل حاجة حلوة، وبكرة إن شاء الله 9 الصبح حلقة جديدة. يومكم جميل، صباح الفل. We'll be right back.